بلينكن أبلغ مجلس الحرب لدى زيارته إسرائيل بأن أمامهم أسابيع لا أشهر لإنهاء هذه العمليات. بالأمس المونيتور تسرب عن مصادر مقربة من البيت الأبيض وتلمح بأن العمليات قد تنتهي نهاية العام المقبل. هل تعتقد أن ملامح انتهاء هذه الحرب قد لاحت، أم أن إسرائيل قد تتمرد ربما حتى على الطلب الأمريكي؟ أعتقد أن الطلب الأمريكي ليس ملزما للكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني مستمر في عملياته حتى هو يقرر، والولايات المتحدة ستضمن له غطاء على ذلك. يعني هي تنصحه ونصحته أساسا أن لا يدخل دخولا بريا إلى قطاع غزة، والولايات المتحدة تتحدث عن ضرورة تسوية موضوع قطاع غزة بعد الحرب من خلال السلطة الفلسطينية وما إلى ذلك. الكيان الصهيوني يرفض ذلك بشكل قاطع، ولا يوجد طرف يمكن الحديث معه في الكيان الصهيوني حول مستقبل غزة. لذلك ليس كل ما تطرحه الولايات المتحدة مقبول على الكيان الصهيوني. تختلف الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني في كثير من الجزئيات لم تستطع أن تلزم الكيان الصهيوني فيها، لذلك ليس متوقعا أن يلتزم. هم يعطوا أوقات، يعطوا أسابيع، وهي مجرد مخدرات في المقابل. يعني من يتحدث في البيت الأبيض هو يخاطب عمليا ليس الجمهور الصهيوني وليس القيادة الصهيونية بقدر ما يخاطب الشعب الأمريكي ويخاطب الجماهير العربية والأنظمة العربية الخائفة من شعوبها. هذه رسائل الولايات المتحدة. لو كانت الولايات المتحدة تريد أن تطبق استراتيجيتها وضبط مصالحها في المنطقة رغم أنف إسرائيل، لرأينا دولة فلسطينية وفق رؤية حل الدولتين الأمريكية منذ 40 سنة، لكن هذا الكلام حتى هذه اللحظة لم يحصل، ولا نتوقع في ظل نتنياهو وفي ظل الحكومة العرجاء في الولايات المتحدة المقبلة على انتخابات أنها ستتجرأ على فرض شيء على الكيان الصهيوني. هو أقر ربما نتنياهو في إحدى مؤتمراته الصحفية بأن هناك خلافات تحدث مع البيت الأبيض، وغالبا ما يتم إقناع الأمريكيين كما عبر. يعني إصرار نتنياهو على أن ما يسميه جيش الدفاع هو القوة الوحيدة القادرة على فرض الأمن في غزة ما بعد الحرب، وهو ما يتنافى مع ما يتحدث به الأمريكيون. ربما هذا أحد أوجه الخلاف بين هذه الأطراف. هل تعتقد أن إسرائيل بنهاية المطاف قد تفرض رأيها ربما؟ بالتأكيد في هذا المجال الكيان الصهيوني سيفرض رأيه. الولايات المتحدة لا تتعامل بالإلزام، الولايات المتحدة تتعامل مع الكيان كالناصح، كالأب ينصح ابنه أو الأخ الأكبر الذي ينصح أخاه الأصغر، فلا قدرة لديها على الإلزام. وهي اللوبي الصهيوني الداخلي في الولايات المتحدة المتبني بشكل كامل الكيان الصهيوني وينصره ظالما ومظلوما، لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تخالفه، لذلك يمكنها أن تقترح، يمكنها أن تقدم المقترحات الكثيرة للكيان الصهيوني، لكنها لن تجبره على شيء. هي بالنسبة لها مصلحتها أن تقام دولة فلسطينية، وقد قال بايدن نفسه في تغريدة له بأن الحل بدولة فلسطينية متساوية في الحقوق ومتساوية في الحريات وفي السيادة مثل الدولة الإسرائيلية، لكن لا أحد الآن في المنظومة السياسية الإسرائيلية يمكنه أن يقبل هذه التغريدة من بايدن، ولا يمكن لبايدن أن يفرضها على أحد في الكيان الصهيوني. هذا الواقع، إضافة إلى أن المؤسسة الأمريكية تتعامل بدون بايدن، بايدن يضيف لها شراً، تتعامل مع الكيان الصهيوني كقاعدة متقدمة تدافع عن مصالح الولايات المتحدة وتحميها، وبايدن نفسه قال لو لم تكن إسرائيل لأوجدنا إسرائيل. لذلك في النهاية هو يقدم المقترحات كما أي صحفي في إسرائيل يقدم المقترحات، ليس ملزما رأيه، ليس ملزما لأحد.